اهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم طبخ ونص. وهنعمل النهارده برضو برجر فيجيتيريان، طبعا وصفه جديده، اساسنا واحد زي ما اتكلمنا قبل كده، وهنعمل اساس برضو عشان الناس اللي ما بتذاكرش، وهنحط معاه المنكهات الرئيسيه والاضافات الرئيسيه هنتكلم فيها ونقول مقاديرنا ايه بعد الفاصل. ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل ويلا نبتدي. وقلنا قبل كده المكونات الرئيسيه بتاعتنا هي كتير بس يعني ايه جميل. هيبقى معانا بطاطس مسلوقه بيوريه مهروسه، وبرده بطاطا حلوه، وفاصوليا حمراء، وبنجر مبشور مش مسلوق، تقشر ومبشور، ورز مسلوق، شوية بسلة، وشوية حمص مسلوق، وفول مدشوش منقوع، اوكي يعني اوفر نايت كده من بالليل، ومعانا بودرة ملح، بودرة بصل، وبودرة ثوم، ومعايا بيضة، معايا مكعب مرقة خضار، وباربيكيو صوص. اساسنا نبتدي بقى ايه نعمل الاساس بتاعنا. اوكي نحضر اساسنا، نعمل كده اوكي، ونحط الكلام ده. وبعدين خليك ايه انت كده، نحط ده كده والبسلة، البقوليات كلها نحطها مع بعضها، اوكي، ونبتدي نهرسهم شوية. اوكي وبعدين نعمل كده لهزة واحد ونحطه بقى ايه هنا. زبدة. وبعدين البنجر. اوكي. الرز صوص الباربيكيو بودرة ثوم وبودرة البصل والبيضة ونفتت دي
بعدين برضو ايه كل الكلام ده يخلط جيدا مع بعضه. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هتلاحظوا انه طري مش كده؟ شويتين ثلاثة كده. اوكي يلا نبتدي بقى ايه نخلط الكلام ده كده. وشوية الملح والفلفل. ملح 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 يدوبك على قد الكمية. ونحط بصمات. البقسماط بقى هو اللي ايه هيخلي الدنيا دي تمسك. اوكي يستوعب شويه الميه اللي في الخضار والبيضه ويديني قوام متماسك قبل ما احط بقيه المكونات بتاعه الوصفه نفسها بقى. يعني ده الاساس. اوكي اللي هنشتغل فيه في كل ايه الريسيبيهات بتاعتنا بتاعت الفيجيتيريان. اوكي خلاص ده اساسنا بقى. خلاص يا جماعه فهمنا الكلام ده الحدوته دي. اوكي طيب هنشيل منه بقى شويه وهاخد منه 800 جرام. اوكي هشيل منه واخد 800 جرام بس. يعني ايه؟ يعني اعمل كده. اوكي ونطلع يلا. نعمل كده. اوكي وناخد بقى 800 جرام. تعالي لي. اوكي نشيل ده بقى خلاص. هما 800 جرام دول اللي هشتغل بيهم. هنحط عليهم زبيب 50 جرام وهنحط عليهم معلقه صغيره حبه البركه وهنحط 50 جرام زبدة فول سوداني وهنحط مستردة معلقة كبيرة مستردة كي ونخلط ونشوف الدنيا عاملة ازاي. طبعا حطينا مواد سايله زي المستردة كده. اوكي فهنحط برضو تاني ايه
بصمات. لازم القوام بتاعي يبقى ماسك نفسه. المفروض ده بقى يديني كيلو، يعني يعمل لي 8 قطع. قطعة 120 125 جرام. اوكي. وبعد ما اعمل كده يحبذ انه يتحط في التلاجة لايك ساعة. اوكي. يبتدي بقى ايه ال شو اسمه البقسماط يلم بقى كل الرطوبة قدر الامكان. اوكي. اوكي. ونحط الجبنة الشيدر. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكون ايه عملنا الكلام ده ونبتدي نقرصها ونقليها. اهلا بيكم بعد الفاصل. يلا بقى هنعمل حاجتين لطاف قوي. هنعمل واحده منهم بالبقسماط ومش محتاجه بقى نعملها بيض وبقسماط وكلام من ده، هنعملها على طول ايه بالبقسماط. حط الاول شويه بقسماط وبعدين ناخد واحده حلوه كده جميله. ونحط هنا شويه زيت نونه. استنى يا ولدي نعمل كده الاول. ما عليكي بعدين هنشوف. اوكي. طب يلا اوبا. اوكي يلا ونوطي عليها النار. ونحضر على طول حاجة ايه نحطها عليها لان هي مش محتاجة انها تستوي، محتاجة بس ايه تاخد لون كده. اوكي جميل. ونعمل بقى ايه واحدة تانية هنا بقى مادام هعملها مشويه يبقى هنحط لها شويه زيت نونه عشان نقدر نطلع معاها.
نعمل بقى شوية ايه كابوتشا، نعمل شوية كابوتشا ونحط بقى ايه كده. يلا نقدم ده. ونقدم التاني برضو. بسم الله الرحمن الرحيم.
أوكي. أقول لكم بالهنا والشفا، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة وينوس. ابقوا معنا.